إلى إدلب، وتحديدا على طريق إدلب حارم. قام رجال الجيش العربي السوري بعمليات نوعية تم من خلالها تدمير أوكار ومقرات للإرهابيين، بالإضافة إلى تفكيك عدد من العبوات الناسفة. كاميرا الدنيا واكبت العملية. هناك في أقدم بقاع الأرض في إدلب الخضراء وعلى الطريق الواصل إلى حارم، حط رجال الجيش العربي السوري رحالهم ليطهروا هذه المنطقة من رجس الأعمال الإرهابية. عملية نفذها الجيش العربي السوري تم من خلالها مداهمة مقرات ومواقع المسلحين واستهداف أكثر من 10 مقرات، أحدهم عند مدخل بلدة كفر جالس، ما أدى لوقوع إصابات بصفوف المسلحين. وتم تفكيك 4 عبوات ناسفة عثر عليها داخل إحدى المقرات. قمنا بتمشيط المنطقة من محافظة إدلب لحديت لمحاذاة طريق إدلب سلقين، وأمامنا الآن معمل مخلل على محاذاة موارد المائية ومدرسة الزراعة. سيتم توغل العناصر الكتيبة باتجاه الموارد والمدرسة الزراعة، وسنقوم بتمشيطها والاشتباك معهم، وبإذن الله سنقضي عليهم ونسحقهم سحقا. انتصار تلو انتصار يحقق بهمة وعزيمة رجال الجيش الذين علموا العالم كله معنى الصمود في وجه العدو حتى تحقيق الغاية المنشودة، وهي إعادة الأمن والأمان للشعب السوري. وهنا العلم السوري يبعث برسالة لعناصر الإرهاب أن حماة الديار قادمون.